بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله وكفى بالله حسيبا. لقد قال الشهيد القائد آية الله النم: كلمة حق دون تردد أو قول من طغاة آل سعود الكفار. وهذا هو المطلوب اليوم منا جميعا، مواجهة جميع الطغاة دون خوف أو تراجع مهما كلف الثمن. وأقولها وأنا على يقين إن الدم الطاهر للشهيد القائد آية الله النم سيسقط آل سعود وآل خليفة وجميع الدول التآمر الخليجي وجميع المتخاذلين المنافقين، لكي لا يعدم النمر مرتين. من هنا أطالب جميع الشيعة وجميع الدول الإسلامية: تحرك حالا وبكل قوة من أجل الإفراج عن الشيخ البطل إبراهيم الزكزكي حالا دون شروط، لكي لا يعدم النمر مرتين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.